مرحبا مبروك السلام عليكم مرحبا بك يا جاسم اي خويا جاسم الوزير اه مرحبا بك حبي شجعك فينا مرحبا بك مرحبا بك هاو عند وعده ومرحبا بك معنا تاع يد الله باش نشوف كيفاش الخدمه وكذا هذه انا قال نتاعنا وقعنا برشا ابتدائيات حتى في الواحد ما في حاجه في الشباك الاصلاحات معناها عندي معناها اي معناها في حاجه الاصلاحات معناها هاي العينه هاي عينه هاي عينه هاي واحده معينة هل يجيك تصديق بدل ما يمكن 10 مرات ولا نشوف هو راهو بالله وحسب المعطى اللي عندي وانه كل واحد فهمني ولا اللي يجي يلقاها مسكر المحطه يبدا يضرب ما سكرناها كان كي ولت نمسه لقاه ولت نمسه المشكل هي ما تجيش المشكل الرئيسي في المحطه هو شنو هو عندنا هاو تو اوش نشوفهم اوش شفته اللي هو مهم جدا اي اي اكيد ماشي غرفه توجيه الاخت معناها على عين مكان اخت دباش هذا اللي نتكلموا بيه بعضنا في المناور اللي مناور في الاقامه هذا الوزير انا كان حللنا المشاكل الكل في بيت كان حللنا المشاكل الكل من 2008 سكروه يعني يعاودوا فيه هذا في الفيلم قال كلهم صوروا لنا انت عاود باش تمشي تصور لي فيلم جديد تقص على الفطور عنده واحد طلعوا من 2006 سيد السيسيم لكن وصلت على السيناريو هذيك حتى سكرت في الأمين وصلت 14 سنة ونص خليني إيه ذيك من 2006 يعني أربعة سنين.